بسم الله الرحمن الرحيم. هنكمل على اللي احنا كنا واقفين عليه. كنا واقفين عن الدومين. لو اتكلمنا عن الدومين اللي احنا خدناه الحصة اللي فاتت، مراجعة سريعة كده نشوف الدنيا ماشية ازاي. لو انا قلت اف اكس ايكوالز اكس ماينس 1 اوفر اكس بلس 1، تمام؟ اف اكس ايكوالز اكس ماينس 1 اوفر اكس باور 2 ماينس 25، اف اكس ايكوالز اكس باور 2 ماينس 3 اكس اوفر اكس باور 2 ماينس 3 اكس ماينس 4. الدومين لازم لما بتجي لي اي فراكشن اول خطوه بعملها ببدا اشتغل فاكتورايزيشن فوق وتحت. هتقول لي فوق مش محتاجه دلوقتي مع الدومين، مش مشكله، المهم ان احنا ايه نعمل علشان نتعود بعد كده ان اي فانكشن بتجي لي بعمل لها فاكتورايزيشن فوق وتحت. طيب اكس ماينس 1 ما لهاش فاكتورايزيشن تنزل زي ما هي، اكس بلس 1 ما لهاش فاكتورايزيشن تنزل زي ما هي. طيب الدومين ايكوالز ار except set of zeros of denominator. Set of zeros of denominator. Set of zeros of denominator. قلتها ثلاث مرات اهم. ده denominator. المفروض كلمة set of zeros of denominator يعني باخد x plus 1 واقول عليها equal 0 او ادي ال 1 الناحية الثانية تبقى ال x equal negative 1. اروح جاي مسجل بقى ال negative 1 هنا. نيجاتيف 1، تمام؟ طيب الخطوة دي هتعطلني يا مستر وهتخليني أبقى قلقان منها، يعني أنا بحل في الدومين وهاخد على جنب وهعمل حوارات كتيرة جدا. مفيش مشكلة، هنا كده بوزيتيف 1 هغير الساين بتاعتها يبقى نيجاتيف 1، أحطها بين قوسين نيجاتيف 1، يبقى الدومين ار اكسبت نيجاتيف 1. طيب بالنسبة للتانية، قلنا أول خطوة احفظ معايا، أول خطوة احفظ معايا فاكتورايزيشن أب أند داون. إكس ماينس 1 مالوش فاكتورايزيشن، ينزل زي ما هو إكس ماينس 1 تحت. إكس باور 2 ماينس 25 اتنين براكت، ده الفاكتورايزيشن بتاعنا. إكس ماينس 5 إكس بلس 5، الدومين هيكون ار اكسبت. احنا اتفقنا ايه؟ بلاش وجع القلب اللي على اليمين ده والحاجات دي كلها، باخد النمبر اللي جنب الاكس بعكس الاشاره. نيجاتيف 5 هيبقى مين؟ 5. بوزيتيف 5 هيبقى مين؟ نيجاتيف 5. عشان ايه؟ الاختصار بتاعنا. اللي بعديها المساله الاخيره بتقول اول خطوه، ها حفظنا اول خطوه فاكتورايزيشن اب اند داون، هناخد اكس كومن فاكتور. طب نيجي بقى على الكومن فاكتور، ده المفتاح بتاع الفاكتورايزيشن، ده المفتاح بتاع الفاكتورايزيشن. يعني ايه مفتاح يا مستر؟ يعني اول حاجه افكر فيها هو في اتش سي اف ولا ما فيش اتش سي اف. هنا اكس باور 2 ماينس 3 اكس في كومن فاكتور، هنا اكس باور 2 ماينس 3 اكس، هناخد اكس كومن فاكتور، هيتبقى عندي جوه اكس ماينس 3. خدوا بالكم، اقول تاني بنسى الاتش سي اف ده قوي. ايوه هو فعلا نساي الاتش سي اف ده من النوع الحاجات اللي بتتنسي، بس انا لو لقيت هنا اكس وهنا اكس يبقى اخد كومن فاكتور. طب في تحت كومن فاكتور، بص كده تحت اكس باور 2 ماينس 3 اكس ماينس 4،
لو ما فيش 4 كان هيبقى ايه؟ اكس كومن فاكتور، لكن في هنا 4 ما معهاش اكس، كده يبقى ما فيش كومن ما بين ال 3 ترمز. فيرست ترم اكس باور 2، سكند ترم 3 اكس، فورث ترم 4 للاسف مش 4 اكس عشان اخد اكس كومن فاكتور. يبقى الكومن فاكتور باخده لما يبقى الاقي في هنا وهنا اكس مشتركه بين الاثنين، ابدا اخد الاتش اس اف بتاعي. طيب تحت فاكتورايزيشن عادي تراينوميال، اكس باور 2 هوزع اكس هنا اكس هنا، تو نمبر الباي بتاعهم ب 4 والماينس بتاعهم ب 3، هنقول 4 ملتبلاي 1، الكبير ياخد زي الوسط نيجاتيف والثاني بوزيتيف. مقرفه يا مستر وما بعرفش اعملها البتاع دي خالص. طيب بص يا سيدي، ده كده على جنب كده، في على الكالكوليتر عندنا مود 5 3، على الكالكوليتر الحديث اللي هو الابيض الزرار بتاعته بيضه، الكالكوليتر اللي هو الجراي الرصاصي ده هيبقى مود 5 3 3. وهنقول بقى هيظهر عندك كده A و B و C، هيظهر عندك كده A و B و C. مين A ومين B C؟ A اللي هو النمبر اللي جنب الـ X باور 2 مود 3 3، هيظهر عندك A و B و C على الكالكوليتر. النمبر اللي جنب ال، لا اله الا الله، مود ممكن بقى على الكالكوليتر زي ما قلت لكم، مود مود 5 ثم 3، وممكن مود 3 3، ده الكالكوليتر الابيض الحديث، ده الجراي اللي هو الاسود دوت. هتقول هيظهر عندك على الكالكوليتر A B C، في هنا 1 يبقى ده ياخدوا ال A، هتكتب 1 equal، هتلاقي الشاشة راحت عند ال B اللي هو نيجاتيف 3 اهو، نيجاتيف 3 تقول equal، هتلاقي الشاشة راحت عند ال C هيبقى نيجاتيف 4 equal، اخر مرة هتدوس equal مرتين هيظهر لك كده اكس 1 هنا بالنمبر دوت، بس 4 انت تراجع حاطه في البراكت بعكس الاشاره نيجاتيف 4. ده كده ده البراكت بتاعك هيبقى ايه؟ اكس ماينس 4. هتلاقي الكالكوليتر بتدوس ايكوال تاني هيظهر لك اكس 2 ظهر عند نيجاتيف 1 كده، ظهر نيجاتيف 1، هو ده البراكت التاني اللي هو اكس ايكوالز مين؟ نيجاتيف 1. تمام؟ اكس ماينس 1 ده في البراكت بتاعنا. بعد كده بتيجي تراجع قايل له كده يبقى الدومين بتاعنا ار اكسبت هاف شويه كده، توقع هيبقى ايه؟ اكس ار اكسبت، كنا قلنا ايه؟ بدل ما باخد على جنب الحاجات المقرفه واتعب نفسي، لا هاخد النمبر ده بعكس الاشاره وراجع حاطه هنا كده 4، النمبر ده بعكس الاشاره وحاطط نيجاتيف مين؟ نيجاتيف 1. نبص كده مع الحاجه دي شويه كده، اللي عايز ينقل ينقل بقى ويبقى يظبط اموره هو ايه لما احنا يعمل توقف ويعيد ويظبط اموره. تمام؟ ده كان بالنسبة للدومين اللي احنا قلناه الحصة اللي فاتت.